أعزائنا المشاهدين، نرحب بكم من جديد في برنامجكم الصمت يتكلم، كما نرحب بضيفتنا لهذه الحلقة الأخت غلوريا الربطي. أهلا وسهلا سيري غلوريا. شكرا سيري كلارا. أهلا وسهلا. الأخت غلوريا من بلدة رميمين التابعة للسلط الأردن، قامت بخدمتها الرسولية التعليمية في العديد من المدارس في الأردن، وتقوم الآن بخدمتها الرهبانية كمسؤولة عن أخواتها الراهبات في دير بيت الزيارة، تسهر عليهن وترعاهن بعين المحبة. في هذه الحلقة سنخصص الحديث عن واحد من مسارات الرسالة التي تنتهجها راهباتنا على مثال مؤسستنا القديسة ماري ألفونسين وراهباتنا الأوليات، وهو استقبال الآخرين وتقديم الخدمات لهم من خلال بيوت الضيافة الخاصة بالرهبنة. سيري غلوريا، ليش سموا هذا الدير دير بيت الزيارة؟ سمي هذا البيت بيت الزيارة نسبة للسر الثاني من أسرار الوردية، أسرار الفرح. نعم. زيارة العذراء للقديسة إليصابات. طبعا سيدتنا مريم العذراء جاءت من الناصرة لخدمة القديسة إليصابات. نعم. لأنها كانت حامل بيوحنا المعمدان وهي في سر الشيخوخة. نعم. في هذه الفترة طبعا إليصابات بحاجة إلى خدمة ومحبة لأنها عاجزة. نعم. كما نعرف من الإنجيل. نعم. ولهذا سمي هذا البيت الذي يقدم خدمة لأخواتنا راهبات المسنات. نعم. بهذا الاسم تقديرا منا لأخواتنا ومحبة لأمنا مريم العذراء. نعم. كم سنة صار لك بخدمة هذا الدير؟ أنا خدمت فترتين. نعم. الفترة الأولى من 2005 لل 2011. نعم. وهلا حاليا رجعت من 2014 لحد هلا أنا في خدمة أخواتنا هون في بيت الزيارة. سيري غلوريا، أنا بعرف أنك خدمتي في العديد من المدارس في الرسالة التعليمية، والآن تم اختيارك حتى تخدمي أخواتنا الراهبات وتعتني في دير بيت الزيارة بشكل عام. إيش الفرق بين خدمتك في المدارس وخدمتك في دير بيت الزيارة؟ الخدمة على أنواع. نعم. مثل ما بقول بولس الرسول. نعم. سواء خدمنا في المدارس أو خدمنا في بيوت الضيافة وبيوت المسنات هي خدمة مقدمة لله. نعم. ونقدمها في محبة. طبعا في فرق بين الخدمتين. نعم. الخدمة الأولى بدك تربي وتنشئي أجيال صالحة للمجتمع ونربيهم على المبادئ الدينية والمبادئ الأخلاقية والتربوية. وهذا كل ما يطلب منا في المدارس. وبدك تهتمي طبعا في الكوادر اللي بتعمل معك في المدرسة من معلمين، من معلمات، من موظفين، حتى يعني كل الكوادر اللي بتشتغل في المدارس بدك ترعيها كمان بعين المحبة وتكوني. نعم. المثل الصالح لها. وبيوت المسنات أو بيوت الضيافة كمان يجب أن نكون دائما بابتسامة ولطف ونقدم الخدمة بمحبة. نعم. وبفرح. ولأخواتنا راهبات طبعا هم بحاجة لمحبة، بحاجة لحنان، تأمين حاجاتهم الروحية، حاجاتهم الجسدية. نعم. في برنامج خاص للرهبات العمر الثالث أو خياتنا المسنات؟ طبعا البرنامج تبعهم هو عبارة عن يوميا من في الصلوات جماعة كلنا. نعم. مع بعض. نعم. صلاة الفرد تليها المسبحة ثم القداس الإلهي. نعم. وبعد ذلك ننزل كلياتنا لتناول وجبة الفطور، وبعدين باقي النهار بيقضوها في تلاوة الوردية، في أدوار بتناوبوا على صلاة الوردية، قراءات روحية، بحضروا قناة نورسات. حلو. بحضروا برامج دينية. نعم. وطبعاً وقت الغداء كنا بنتغدى جماعة مع بعض، وبعد الظهر بروحوا بيرتاحوا لهم ساعة ساعتين، بعدين بنقوم لصلاتنا المسائية اللي هي عبارة عن المسبحة، قراءة روحية، زيارة القربان، الفرد الإلهي، بعدين في سهرة جماعية مع بعضنا البعض كلياتنا، حتى الراهبات اللي أصغر سناً كنا بنسهر مع بعض ونتعايش كنا مع بعض في محبة وود. الله يديم المحبة والود إن شاء الله بين كل العالم. سيري غلوريا، دير بيت الزيارة
هذا يقدم خدمات للكنيسة، للمجتمع، للمؤمنين. طبعاً نحن البيت مفتوح لأنه عندنا 56 غرفة في بيت الزيارة. نعم. نقدر نستقبل رياضات روحية. الأسبوع الماضي مثلاً كان عندنا كهنة البطركية. نعم. حوالي 40 كاهن عملوا رياضة روحية. في عندنا الحجاج اللي بيجوا لزيارة الأماكن المقدسة كمان نستقبلهم. أي إنسان بحب يجي يعمل له خلوة يوم يومين في البيت للصلاة فقط نستقبلهم ونقدم لهم كل الخدمات الضرورية اللي هم بحاجة إليها. هل يقام قداس يوم الأحد في بيت يوم الزيارة؟ يوم الأحد قداسنا على 10:30 طبعاً. نعم. متأخر شوي لأنه هالكبار في السن بيحبوا يرتاحوا شوي. نعم. والجيران اللي حوالينا من كبار السن كلهم بيجوا بيصلوا عنا يوم الأحد. حلو. بالأعياد عيد الميلاد عيد الفصح بتقيموا صلوات في الدير؟ طبعاً الاحتفالات. نعم. من قيم الأسبوع المقدس احتفالات كاملة. تيجي كثير من الرعاية اللي بتحب تيجي تصلي بهدوء بتيجي بتصلي عنا في بيت الزيارة. وعلى عيد الميلاد في المناسبات الكبيرة كمان بيجوا بيصلوا عنا لأنه وقتها الصلاة بيكون متأخر وكمان في هدوء لأنه ما بيكونش فيها يعني مثل رعاية عدد كبير، بيكون العدد قليل واللي بيحب يصلي بيجي. ساري جلوريا، أنا بعرف إنه السنة احتفلتي باليوبيل الذهبي، العمر كله إن شاء الله وألف مبروك. بعد 50 سنة من خدمة الرب في مجالات الرسالة المتعددة سواء بالتعليم أو ببيوت الضيافة، هل في رسالة معينة بترغبي في توصيلها للإخوة المشاهدين عبر قناة النور سات؟ يعني حياة الرهبة مليئة بالفرح والمحبة. نعم. لما الواحد بيرجع للسنية الأولى بقول كمان أنا لو رجعت كمان 16 سنة برجع بصير رهبة، لأنه حياة الرهبة ملانة بالنعمة والخير والمحبة. وبتمنى من صبايانا كمان يخطوا هاي الخطوة ويكونوا جريئات فيها لأنها خطوة تستحق أنه نعبد الله بالخدمة والمحبة ونخدم سيدتنا مريم العذراء وسيدنا يسوع المسيح. آمين. شكراً سير جلوريا على اللقاء الممتع، ربنا يباركك ويبارك خدمتك. ألف شكر. بحب أوجه رسالة لرئاستنا العامة. نعم. اللي هي بنوع خاص بتهتم في بيت الزيارة، أخواتنا راهبات في الأديرة. نعم. كلهم بتعاونوا معنا في خدمة أخواتنا راهبات الكبار، وألف شكر لهم، ألف تحية. ومن هذا بشكر كمان قناة نور سات اللي بيقضوا رهباتنا الكبار ساعات أمام الشاشة. نعم. يتابعوا البرامج الدينية، الله يقويكم ويعطيكم الصحة. شكراً سير جلوريا. ذهبت مريم مسرعة عند نسيبتها المسنة الإصابات لتخدمها، إنها سيدة الجهوزية فهي جاهزة دائماً لتساعدنا عندما نرفع لها الصلاة ونسألها عونها وحمايتها. لذلك وخلال تلك اللحظات التي نشعر أننا بحاجة للمساعدة علينا أن نتذكر دائماً أنها لا تهملنا ولا تجعلنا ننتظر، إنها سيدة الجهوزية فهي مستعدة دائماً لتذهب وتساعد. وعلى مثال العذراء المعلمة الأولى مضت القديسة ماري ألفونسين إلى حيث أرسلتها الطاعة والفرح يملأ قلبها، لأنه أتى الوقت لتنقل إلى القريب فرح لقائها بالرب وأمه مريم، وقد هتف قلبها صار فرحنا عظيما واستعدادنا لخدمة الله والقريب. إلى هنا أحبتي وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، آملين أن نلقاكم من جديد في حلقات أخرى، وإلى اللقاء.